فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الحارس الذي يعمل في البنوك الربوية أو الموظف الإداري الذي يعمل في بنك الربوي بمعاملات مباحة، هل يجوز عمله؟ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ما يجوز يتوظف في البنك لأنه يعين البنك على الربا، ولو كان إنه ما هو حتى لو كان حارس على الباب ما يجوز يخدم البنوك الربوية. نعم.